هذا وتنطلق في مكة المكرمة بعد ساعات قليلة أعمال الدورة 14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وستتناول القمة مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاهها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصدي لإيران وتدخلاتها السافرة في المنطقة. يدا بيد نحو المستقبل، شعار اخترته منظمة التعاون الإسلامي للقمة الإسلامية التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سعيا لبلورة موقف موحد تجاه قضايا العالم الإسلامي. ويحضر هذه القمة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للوقوف الحازم والمساهمة في تحقيق نهضة إسلامية شاملة بالإرادة الوطيدة والرغبة في مستقبل أفضل في ظل التضامن الإسلامي. وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بحثوا في وقت سابق خلال اجتماع تمهيدي العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. القمة تتطرق إلى 11 موضوعا وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب وتوجيه نداء لوقف النزاعات التي تكون المنظمة طرفا فيها. كما تناقش القمة الإسلامية التطورات الجارية في المنطقة وآسيا وأفريقيا، كما تتناول قضايا الأقليات المسلمة وظاهرة الإسلامفوبيا وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى مختلف القضايا الثقافية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية التي تهم الدول الأعضاء بالمنظمة. قمة مكة الإسلامية تأتي هذه المرة بشكل غير معهود، إذ ستكون واحدة من القمم الثلاث التي دعت إليها المملكة العربية السعودية لوقف الاعتداءات الإيرانية ودعم النظام الإيراني للميليشيات الطائفية في المنطقة، وتعد الرابعة التي تعقد بمكة المكرمة مستلهمة بذلك رمزية المكان وحرص السعودية على خدمة القضايا الأمتين العربية والإسلامية. كما تمثل منظمة التعاون الإسلامي والتي مقرها في المملكة العربية السعودية الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه دعما للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم. كما تعقد القمة الإسلامية الطارئة في مكة المكرمة عقب قمتين خليجية وعربية عقدتا بدعوة خادم الحرمين الشريفين لبحث تلك التهديدات، كما تتزامن القمة مع الذكرى 50 لمنظمة التعاون الإسلامي. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.